الركن الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الرابع، والذي يأتيكم بالتعاون ما بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع وزارة الثقافة والإعلام من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون، ونبث بشكل مباشر كل يوم في هذا الشهر الفضيل عبر قناتكم القناة السعودية، حيث نواصل وإياكم الحديث عن مزيد من المواضيع تهمنا في هذا الشهر الكريم. فأوجدنا كثير من الحلقات تحدثنا عنها في حلقاتنا الماضية عن الصيام والصلاة والزكاة والصدقات والسلام وكل هذه المواضيع التي تهمنا في هذا الشهر الكريم. اليوم سنتحدث عن فضل العلم والعلماء، عن اقرأ وهي أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنتحدث عن العلم والإيمان، أهمية المعلمين، مكانتهم، جهودهم، دورهم، علوم الحياة وضرورتها، أهميتها أو أهمية هذا العلم في صلاح المجتمع وتعزيز هذه الثقافة. حقيقة سنواصل حقيقة في برنامجنا الركن الرابع الحديث عن كثير من المواضيع تهمكم أنتم مشاهدي الكرام. سنبدأ حلقتنا هذا اليوم بوقفات مع الآيات يقرأها علينا القارئ بندر آل يسر، ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ ويفسرها فضيلة الأستاذ الدكتور خالد المصلح حول آيات من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. افتتح الله تعالى النبوة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ. ذاك الرجل الذي كان في غار منعزل عن الدنيا، كان في غار بعيدا عن كل مؤثر، يتحنث الليالي ذات العدد، أي يتعبد لله عددا من الليالي تصفو فيها نفسه ويتخلص من ذلك الثقل العظيم الذي أحاط بيئته من عبادة غير الله. نعم، إن القلوب التائقة إلى رضوان الله، الساعية في طلب مرضاته، الباحثة عن الحقيقة، تجد ثقلا في البيئة المظلمة. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في توصيف البيئة التي سبقت بعثته صلى الله عليه وسلم، فيقول إن الله نظر إلى أهل الأرض، عربهم وعجمهم، يعني كل من فيهم، فمقتهم أي كرههم، ومقت ما هم عليه من حال، إلا بقايا أي نفر قليل من أهل الكتاب، وهم الذين ما زالوا مستمسكين بأنوار النبوات على ما اعتراها من تقصير وتحريف وبعد، لكنهم معهم مصباح ولو كان كليلا، فقد استثناهم الله من المقت لما معهم من الهدايات. هذا الجو المظلم أشرقت عليه نور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مفتاح ذلك اقرأ تلك الكلمة التي قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، ثم علمه كيف يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الله أكبر. حقيقة تبين أن القراءة النافعة هي ما أوصلتك للعلم بالله،
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إنها أجل قراءة، تلك القراءة التي توصلك إلى العلم بالله، إنها أجل قراءة، تلك القراءة التي تعرفك بذلك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليست قراءة حروف وكلمات، إنها قراءة قلب، إنها قراءة بصر يحيط بالكون فينظر ويتأمل آيات الله في الآفاق والأنفس، إنها قراءة ذلك الكتاب المبين الذي يدرك به الإنسان سعادة الدنيا والآخرة. فأقبلوا على القرآن، اقرأوه بحق، فكونوا من الذين يتلونه حق تلاوته، فإنه معدن الهدايات ومصدرها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الركن الرابع، حياكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، نشكر فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور خالد مصطفى على تفسيره لآيات العلق التي قرأها القارئ بندر اليسر. ويشرفنا حقيقة في بداية الحلقة أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، عضو لجنة برامج التوعوية بالشؤون الإسلامية. حياك الدكتور. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ فهد، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. الله يسعدك دكتور. طبعا استمعنا قبل قليل إلى آيات كريمة وفسرها الشيخ خالد مصطفى حول موضوع اقرأ باسم ربك الذي خلق. عندما نتكلم عن قصة اقرأ وجبريل عليه السلام، هل تستطيع يعني أن نتحدث حقيقة في بدايتها عن فضل العلم والعلماء؟ نعم. العلم والإيمان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلاة وسلاما على النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبادئ ذي بدء يسرني الحقيقة أن أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام على هذه البرامج الموفقة المتتابعة في مثل هذا الشهر الكريم المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق بها المقصود وأن يبارك في هذه الجهود. أما الحديث عن العلم فهو حديث ذو شجون، لا سيما ونحن نتحدث في هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان، شهر العلم والإيمان. وكما تحدث الدكتور خالد في كلامه وتفسيره لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآيات الكريمات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما نزل لتأمره بالقراءة، وما ذلك إلا لشرف القراءة ولأثر القراءة والعلم على البشرية جمعاء. وقد اختص الله جل وعلا الإنسان بهذا الأمر لكونه مما يعقل ومما استودعه الله جل وعلا من بصيرة ومعرفة وقدرة على القيام بما أمره الله جل وعلا به. ولذلك قال تعالى في الآية الأخرى علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكان كل واحد منا الحقيقة خليا من العلم ومن التعليم، حتى من الله جل وعلا عليه بالعلم. ولذلك الله جل وعلا أيضا امتن بالعلم على آدم حينما خلقه، فقال وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن العلم من أعظم ما يمتن به، ولذلك امتن الله جل وعلا به على آدم وبين فضله في مقابلة الملائكة، فأقروا بهذا الفضل وأقروا بأن لا علم لهم إلا ما علمهم الله، وبه تعلم أن العلم منة إلهية من الله جل وعلا، به ينال الإنسان من الرفعة والمكان في الدنيا والآخرة ما لا يناله بما سوى العلم. ولذلك قال القائل الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسن. هذه أستاذ فهد يعني، وأنت الحقيقة مدرب قدير، هذه العبارة تعتبر كما ينقل على الإمام علي من أحكم الحكم. صحيح. وقدر كل امرئ ما كان
يحسنه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وفي لفظة أخرى ما كان يطلبه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم أهل العلم أحياء، انظر لمن كتب، انظر لمن ألف، انظر لمن علم، لا زال ذكرهم يتردد. بعض الناس ربما لا يدري أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قد توفي، ولا أن ابن عثيمين كذلك. لماذا؟ لأنه يسمع فتاويهم ويقرأ مؤلفاتهم، وذكرهم بين الناس حاضر. ولذلك فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. الكلام على العلم وعلى فضله قد امتلأت به كتب السنة، بل امتلأ به كتاب الله جل وعلا، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. وقد سألت عن العلم والإيمان، العلم والإيمان في القرآن قرينان، ولذلك جاءت مثل هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات عظيمة، والرفعة من الله والدرجات عند الله، فعندئذ لا تسأل عن هذه الرفعة والمكانة والمنزلة. دكتور عبد الله، طبعا يعني إتماما لحديثك عندما يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به، معنى العلم هنا ما العلم المقصود؟ هل هو مقصود فقط العلم الشرعي؟ نعم أحسنت. هذه اللفظة النبوية التي جاءت في هذا الحديث العظيم جدا، الذي يفتح أمام الناس أبواب العمل بعد الوفاة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعندئذ لن تجد أوسع ولا أشرح ولا أكرم ولا أعظم من هذا الدين العظيم، الذي يتيح لك أن تستمر في الرفعة، في المنزلة، في الأجر، في الفضيلة، حتى وأنت قد يعني أو حتى وقد غادر الإنسان الحياة إلى الآخرة. لماذا؟ لأن الإسلام ليس دين للدنيا فقط، إنما الإسلام دين للدنيا والآخرة. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها العلم الذي ينتفع به. ولاحظ العبارة هنا: ينتفع به، فهذا في حقيقة الأمر يصدق على كل علم تحصل به منفعة للبشرية، يحقق هذا به صالحهم في معادهم، في حياتهم ومعادهم. لكن أشرف ذلك وأجله ما كان من علوم الوحي ولا شك، لأن علوم الوحي فيها النجاة في الآخرة، بينما إذا كان ذلك من علوم الدنيا التي يحصل بها توسع على الناس وتحقيق لمصالحهم ولا يترتب على ذلك نوع من المأثم ولا المحرم، فلا شك أيضا إن هذا مما يؤجر عليه الإنسان بعد وفاته، ومما يشتمل عليه أيضا الحديث، وهي بشرى لكل أحد، لكل من كان في فن من الفنون العلمية وكان في باب من الأبواب النافعة، أن يحسن النية ويخلص القصد، وعندئذ فله البشرى في الحياة الدنيا وهو على يعني قيد الحياة، وبعد الوفاة. وهذا أستاذنا فهد لن تجده في ما يعني ترى كما تجده في العلم وبركته. جميل. طبعا الكثير من التغريدات، نشكر حقيقة مشاهدينا الكرام على مشاركتكم في هاشتاغ البرنامج الركن الرابع. حقيقة الكل يثبت حقيقة بأن القراءة تغذية العقل. نعم. ليعلم قوة للإنسان ليرقى، وترتيل القرآن ليطهر، فالقراءة درع قوي للإنسان، هذا ما قال آفاق السراب. كيف ترى فعلا فضل هذا العلم؟ يعني من يتعلم، من يقرأ، من يستزيد؟ نعم. ماذا يزيده بالإضافة إلى ما ذكرته اجتماعيا في المجتمع الذي يعيشه في حياته عموما؟ جميل. إذا سمحت لي أن أبدأ هذا أولا بقاعدة شرعية عظيمة في القرآن، وهي قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يمكن أن يستوي من تعلم، من قرأ، من تبصر، من تنور، بمن لم يكن كذلك. ولذلك كان يعني العناية بهذا الجانب والحث عليه والتوعية به من خلال مثل هذه البرامج في غاية الأهمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم: من سلك طريقا، سلك طريقا يلتمس فيه علما، سواء كان هذا الطريق قراءة، أو كان هذا عبر برنامج إلكتروني، أو كان هذا عبر حضور مثلا منشط علمي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لاحظت أخي فهد شيء في هذا الحديث، هذا الحديث من المبشرات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فيه من حصل
علما، وإنما يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما. مجرد سلوك الطريق حصلت العلم أو لم تحصل هو سبب لدخول الجنة. الله أكبر. كيف إذا حصلت العلم؟ كيف يسلك الإنسان؟ الله أكبر. نعم، ولذلك أنا أقول كيف إذا حصلت العلم، كيف إذا مهدت السبيل كمثل هذا البرنامج وغيره لسلوك طريق العلم. جميل. هذا عظيم جدا، وعندئذ فضله سيكون كبيرا جدا. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء، وهذا عظيم، ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن العلم هو حظ وافر، هو الإرث النبوي. العالم والمتعلم هو أقرب الناس للأنبياء، لأن ورثة كل أحد كما يقول مقيم هم أقرب الناس إليه. كيف يحصل العلم؟ يحصل بأساليب وأسباب كثيرة، القراءة من أهمها. جميل. حضور دروس العلم، محاضرات العلم، أيضا هذه من وسائل تحصيل العلم. السماع، سماع البرامج النافعة، والآن لدينا ما شاء الله في أيضا هذه الوزارة إذاعة القرآن الكريم على سبيل المثال، وغيرها من الإذاعات المباركة، ما يبث أيضا فضائيا في يعني البرامج النافعة في الحمد لله على الشبكة. هناك يعني الآن وسائل كثيرة، وقد ذللت الحقيقة. جميل. العقبات لمريد العلم، الآن توجد تطبيقات، توجد مواقع، توجد يعني وسائل قياس وأدوات. طيب دكتور، أنا مؤمن بكلامك، طيب ليش الناس مستصعبون هذا العلم؟ ما الذي يجعلنا إحنا فعلا نتكاسل ونتقاعس حقيقة عن العلم، مع أنك تقول متوفر الآن ببساطة؟ نعم، صدقت. ما الذي لا يحفزنا حقيقة للتعلم على رغم كلامك الجميل ذكرته؟ أولا سلمك الله، الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن: إنها سنلقي عليك قولا ثقيلا. أما ما كان من علوم الشريعة فهو لا شك يحتاج إلى جهد ومصابرة، والشريعة تحتاج إلى من يقوم بوظيفتها ويحمل العبء الكبير الموجود في مثل هذا التراث والإرث النبوي، ولذلك لا يوفق له كل أحد. لكن نحن نقول للناس لا يلزم أن يكون كل الناس علماء، إنما الذي يلزم الحقيقة أن يتعلم الناس ما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم. هناك أحكام يحتاجها الناس، أحكام تعلق بالطهارة، وأحكام تعلق بالصلاة، أحكام تعلق بالصيام. أنا يوميا يعني وغيري يستقبل عشرات الأسئلة في الصيام، هناك حاجة إلى تلك المعرفة. كثير من هذه الأسئلة يمكن للناس الوصول إليها من خلال القراءة، من خلال السماع، من خلال متابعة البرامج النافعة. فلذلك ينبغي أولا، وهذه قضية مهمة وأشكرك على هذا السؤال أستاذ فهد، ينبغي أولا أن نعتقد أن حاجتنا إلى العلم أشد من حاجتنا إلى الماء والهواء. جميل. لماذا؟ لأن الماء والهواء والطعام ونحو ذلك بها حياة أبداننا، بينما العلم به حياة أرواحنا. يعني من المؤلم أن تجد شخص يصوم فريضة الصيام، يصوم فريضة رمضان، ثم هو يقع في بعض المفطرات من حيث لا يشعر، أو تجد آخر للأسف يوميا يتطهر ويصلي، ومع ذلك يقوم بمخالفات تبطل صلاته أو تبطل طهارته، وهذا فضلا عما يتعلق بالعقيدة وحكام الاعتقاد وما فيها أحيانا من وقوع في بدع أو شركيات أو نحو ذلك. فلذلك أهيب بنفسي وإخواني وأخواتي إلى بذل الجهد. والشيطان لا شك متى رأى طريقا من الطرق الموصلة إلى الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وغير ذلك من النصوص الكثيرة، لا شك أنه يجتهد ويوسوس ويحاول أن يوجد العقبات والعثرات. لكن من يعني أدرك شرف العلم ومكانته وضرورته. جميل. فإنه عندئذ سيبذل فيه الغالي والنفيس. وأنا مرة أخرى أنبه على قضيتين أستاذ فهد. القضية الأولى إنه لا يلزم أن يكون كل الناس علماء. جميل. لكن من المهم التزود من المعرفة. والتبصر بالأحكام ومعرفة ما يهم الإنسان. الثاني إنه لا يلزم أن يكون أيضا كل الناس لهم تخصص في العلوم الشرعية. جميل. في المعارف كثيرة ومتنوعة، كل ما ينفع الناس في دينهم أو دنياهم مما أباحه الله جل وعلا وكان فيه مصلحة، فتعلمه وتعليمه قربه لله جل وعلا. فعلا دكتور، وأنا أعتقد أن كلامك على ما تم أن أصبح العلم الآن متاح والحمد لله. نحن في المملكة العربية السعودية الآن لدينا
أكثر من 40 جامعة حكومية نعم. وأهلية وهذا نعم. الآن أصبح متوفراً. الأمية اختفت من نعم. من دولنا يعني الحمد لله القريبة والمجاورة لنا، فأصبح العلم متاح الآن صحيح. وهو جزء من نجاحنا. العلم يرفع بيتاً لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف صحيح. كل هذا الكلام الذي ذكرته صحيح. أعتقد أيضاً يتناسب مع كلام جمهورنا الكريم في تغريداتهم التي سنقرأها بعد قليل ونعلق عليها بعد دكتور عبد الله. نقرأ تغريدات جمهورنا الكريم الآن إن سمح لنا المخرج. حمودي يقول: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة، يحتمل ذل التعلم ساعة، نرجع لها، بقي مستعجلين، بقي في ذل الجهل أبدا. جميلة. نعم جميل. من جميل. هذه مثلها ما يقول الشاعر: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ملامح المجد تقول: تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصص عبر لأولي الألباب، أخذ العبرة والعظة من أحوال الأمم السابقة. جميل. وجزء من التعلم في قصص الأنبياء. أيضا ملامح تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيضا آفاق السراب نفس التغريدة قرأناها: القراءة تغذية للعقل ليعلم، وقوة الإنسان ليرقى، وترتيل القرآن ليطهر، فالقراءة درع قوي للإنسان. هذه التغريدات فعلا تصب في حديثنا دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، فضل العلم والعلماء، العالم كيف يعني يكون مكانته في المجتمع الذي يعيش فيه؟ نعم. العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، كما يقول أبو مسلم الخولاني: إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. والفضيل بن عياض يقول: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء كما ذكرنا هم ورثة الأنبياء، وهم أقرب الناس إليهم، وهم صمام الأمان لهذا المجتمع، بل قال بعض السلف: هم أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم، لأن الآباء والأمهات رحمتهم في ما يتعلق بتحقيق صالح الحياة، بينما العلماء رحمتهم في ما يتعلق بتحقيق صالح ما بعد الممات في الحياة الأخرى. ولذلك كانت يعني منزلة العلماء في الشريعة عظيمة، وكان تمكينهم وتقديمهم وتقديرهم دلالة على وعي المجتمع وتقدمه. وكل مجتمع يباهي بعلمائه ويقدمهم ويفيد منهم ويمنحهم المكانة اللائقة بهم، فاعلم أنه مجتمع واعي، مجتمع متقدم، مجتمع يدرك الحقائق. بينما إذا كان المجتمع يفاخر بقدوات ليست الحقيقة محلها المفاخرة، لا تحمل من العلم شيئا، هذا إنما خلط الأولويات وقدم المؤخر وأخر المقدم. لماذا يا شيخ فهد؟ لأن العلم تفيد منه أنت في كل المجالات، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي وغير ذلك من. فلذلك العناية بالعلم والمعلم والتعليم والبيئة التعليمية وتطويرها، هذا لا شك أنه يعني أسهل دروب التقدم والحضارة. إذن هذا هو احترام المجتمع للمعلم. نعم. ومكانته وتقديره. نعم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسول. هذه العبارة شيء. تجعل للمعلم واجبات و يعني إن صح التعبير حقوق للمجتمع الذي يعيش فيه. ماذا يجب، ما هو دور المعلم الحقيقي عندما يتعلم ويمتلك ذلك العلم ويقرأ ويكون نعم. مثقفا ومتفقها في علمه؟ شكر العلم هو التعليم. جميل. وشكر العمل مزيد من المعرفة. والله جل وعلا يقول: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كل من تعلم علما يجب عليه أن يعلمه وينشره بحسب أهمية هذا العلم، فما كان من الواجبات يجب عليه عندئذ أن يعلمه غيره.
غيره ويبصره، وما لم يكن فبحسب حكمه. ولذلك يعني من الحقيقة المهم جدا الإشارة إلى أولا فضل التعليم، والله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك مثلا الآن لو جينا نمثل من أحسن السيارات الموجودة عندنا، إذا اهتدى رجل واحد بما دللته عليه أنت من علم وتعليم ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص صحيح. ذلك من أجورهم شيء. وفي الجانب المقابل من دعا إلى ضلالة، أحيانا الشخص يكون عنده علم لكنه علم ضلالة، علم شبهة، علم تلبيس، علم إثارة فتنة، من دعا إلى ضلالة كان له عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا كله يشير إلى قضية مهمة وهي أثر العلم والتعليم. والحقيقة نداءنا إلى المعلمين سواء كان المعلم في المسجد أو كان المعلم في المدرسة، كلية، جامعة إلى آخره، أن يدركوا هذه المنزلة العظيمة والمنة الكبيرة التي امتن الله جل وعلا بها عليهم، وليعلموا أنهم من أعظم ما يؤثر في المجتمع. جميل. يؤثرون على الصغار ويؤثرون على الكبار. كم من الأشياء استفاد الآن نذكرها نحن من المرحلة الأولية من صحيح. معلم موفق صحيح. علمنا علما مفيدا، علمنا سلوكا طيبا صحيح. وفي الوقت نفسه ربما لازلنا نذكر بعض المواقف المؤثرة من آخر لم يوفق في التعليم أو نحو ذلك. فالمعلم الحقيقة مهمته جسيمة وخطيرة، ودائما العناية بالمعلم، تقدير المعلم، تقديم المعلم له أثر في الحقيقة عكس رسالته السامية. ومن يعني الدراسات الموجودة الآن ما يشير إلى أن ما يتم إنفاقه على التعليم يتم استعادته، يعني شوف استثماره هو راجع مفيد، يتم استعادته خلال أقل من 10 سنوات. كلما أنفق على التعليم وعلى المعلم وعلى البيئة وعلى الطالب فاعلم أن هذه النفقة وهذا الإنتاج. لذلك الآن المدارس الأهلية مثلا نقول لهم قدر الاستطاعة ابذلوا ما تستطيعون في تهيئة المعلم والطالب والمنهج، فهذا سيعود عليكم بالفائدة وعلى هذه العملية التعليمية وعلى المجتمع الذي صحيح. ينتظر الكثير. وهذا الجزء اللي يتكلم عنه فعلا بأن التعليم هو استثمار في الإنسان. نعم. واليوم الإنسان يقاس بمقدار ما دخل إلى عقله، وهذا جزء من ضروريات الحياة الخمسة عندما نتحدث عن حفظ العقل من حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال، فهو جزء منه. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. نعم. كيف دمج الله سبحانه وتعالى أولي العلم أو مزج بين أو أضاف أولي العلم نعم. إليه والملائكة؟ نعم، الله أكبر. هذا الدليل من أعظم الأدلة على فضل العلم والعلماء. نعم. لأن الله جل وعلا استشهد العلماء على أعظم مشهود وهو الوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني الوحدانية أعظم ما يشهد به وعليه. والملائكة وأولو العلم، ثم عطف أولو العلم على شهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة، وهذا دليل فضلهم واختصاصهم وتقديمهم على غيرهم. وهذا الدليل كما ذكرت لك مما يؤكد فضل العلماء وميزتهم العظيمة. ولذلك كان العلماء من الصديقين كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فانظر كيف قدمهم هنا في هذه النعمة والمنة مع الذين أنعم الله عليهم، وكيف قدمهم هناك في تلك الشهادة إنك حيثما قلبت ناظريك في النصوص في الكتاب أو في السنة ستجد أن للعلماء من تنزل الوحي دورا رائدا ومكانة سامية، وذلك لعظيم أثرهم وكبير فائدتهم. جميل. الوقت حقيقة يمر سريعا. رمضان وارتباطها بالعلم. رمضان نعم. فرصة لتعزيز حقيقة التعلم للقراءة. صحيح. تجد الإنسان يختم القرآن مرة ومرتين، هو جزء من العلم التفقه بما في هذه الآية في وحي الله سبحانه وتعالى. كيف تجد رمضان فرصة لتعزيز التعلم والتعليم؟ نجد رمضان فرصة لتعزيز التعلم والتعليم، لأن أعظم مورد نزل على البشرية علما وتعليما هو كتاب الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. مهما ادعي من العلوم فاعلم إنها إنما هي في الحقيقة لا شيء عند كتاب الله جل وعلا.
أعني بهذا العلوم التي تستقل أو العلوم الدنيوية ونحوها، أما العلوم الأخروية فهي نابعة من كتاب الله جل وعلا كما قرأنا في مثل هذه الآية. ولذلك الله جل وعلا يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فتنزل القرآن في شهر رمضان يؤكد أن رمضان من شهور، بل أنه هو شهر العلم، لأن أعظم العلم كما ذكر نزل فيه، وهذا يؤكد علينا العناية بالعلم في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يدارسه القرآن يلقاه في كل ليلة حتى ينسلخ هذا الشهر، فذلك دال على استحباب مدارسة العلم لا سيما ما كان منه متصلا بكتاب الله جل وعلا في مثل هذا الشهر. ومن هنا نؤكد أيضا ضرورة العلم بالأحكام المتعلقة بهذا الشهر أخص من غيره كالصيام والزكاة. جميل. وأحكامها ومسائلها كثيرة مبثوثة منشورة، على المرء أن يسعى إلى معرفتها والتبصر بها والدلالة عليها. الله يعطيك العافية. طبعا الوقت داهمنا، لم يبقى أمامي إلا أقل من دقيقة. رسالة توجه حقيقة للمجتمع لتعزيز هذا المفهوم لأولياء الأمور، لتربية أبنائهم على التعلم، لماذا نعتمد على المدرسة فقط في التعلم؟ ليست هناك وسائل أخرى للعلم والمعرفة؟ أقول لأولياء أمور الأبناء والبنات ولكل من له صلة، سواء كان قائما على منشأة تعليمية أو كان يعني قائما بجهد تطوعي، أقول للجميع إنكم لن تجدوا استثمارا أعظم من الاستثمار في العلم. فلذلك وجهوا الأبناء والبنات والطلاب والطالبات والكبار والصغار إلى القراءة النافعة، وجهوهم إلى استثمار أوقاتهم، وجهوهم إلى تطوير أنفسهم، وجهوهم إلى العناية بأحكام الشريعة لا سيما ما يحتاجون إليه منها، وعندئذ ستجدوا أثر ذلك في الدنيا والأخرى. نسأل الله جل وعلا للجميع العون والتوفيق والقبول. شكرا لك دكتور عبد الله على ما قدمت، واسأل الله يجعلنا في ميزان حسناتك على ما قدمت من تزكية لمعرفتك وعلمك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا. كان ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، عضو لجنة برامج التوعوية بالشؤون الإسلامية. تحدثنا عن فضل العلم والعلماء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتفسرنا حقيقة كثير من الآيات في سورة العلق، وكان هذا حديثنا اليوم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل بيهدم بيت العز والشرف، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. باختصار يقاس الإنسان بعلمه ويوزن. نلقاكم بإذن الله في الغد في نفس الموعد، وضيف جديد وكذلك موضوع جديد في الركن الرابع الذي يأتيكم من إنتاج وزارة الشؤون الإسلامية ودعوة وإرشاد بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون. لا تنسونا من دعواتكم على مائدة إفطاركم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم في فردوسه الأعلى من الجنة. ولا تنسون كذلك إخواننا المرابطين على الحدود بأن يوفقهم ويسدد رميهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. نلقاكم بإذن الله في الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخنا.